معنا من واشنطن الصحفية السودانية فاطمة غزالي، مرحبا بك مرة أخرى فاطمة. لنتحدث أولا عن ما نقلته وكالة رويترز عن تعليق مشاركة الجيش السوداني في محادثات جدة، برأيك ما الأسباب في ذلك وما مدى تأثير ذلك على ما هو دائر حاليا في الخرطوم؟ أولا شكرا لك وشكرا لقناة سكاي نيوز، رحمة لكل شهداء الوطن، وعاد للشفاء للجرحى، وعودا آمنا للمفقودين، وعودا للسلام إن شاء الله يعني في السودان قريبا. نعم، هذه يعني الأنباء التي وردت من رويترز تعكس يعني مدى يعني إصرار الطرفين على أن يعني على المعركة الميدانية، وحتى الهدن يعني لم تنجح في أن يعني تهدئ من عنفوان هذه المعركة، لأن كل طرف منهم يحرص على يعني أن يكون في المفاوضات الطرف الأقوى باعتباره يسيطر على يعني أكبر رقعة في منطقة يعني الخرطوم أو في العاصمة القومية أو في مدن لديها مواقع استراتيجية كمدينة الأبيض، الحرص على السيطرة أيضا على مطار الأبيض. هذه كلها أهداف للطرفين، وهذا يدل على أن يعني الرغبة في الوصول إلى يعني تسوية غريبا ليس أمرا يعني سهلا أو واردا في الذهنية العسكرية يعني من قبل الطرفين. أيضا لا تناسى أن يعني الجيش أيضا هنالك كما يعني ظللنا نردد أن طرفا ثالث لا يريد لهذه المعركة أن تنتهي بهذه الطريقة، ويوحي دائما إلى ضرورة أن يحسم الجيش قوات الدعم السريع، وهذا ليس بالأمر السهل أيضا، لأن قوات الدعم السريع أيضا لديها قوات منتشرة وبأعداد كبيرة. يعني حسم هذه المعركة عسكريا هذا يعني تكلفة عالية للمواطن السوداني، ونرى الوضع الأمني الوضع الأمني والوضع الإنساني يعني يزداد سوءا يوما بعد يوم. يعني عدد ليس بالقليل من القتلى وأعداد من الجرحى، وأيضا المرضى يعانون. نعم، يعني لكن سيدة فاطمة، يعني عبد الفتاح البرهان بالأمس وشاهدنا فيديوهات قال فيها أن الجيش يعني وافق على تمديد الهدنة بغرض تسهيل وصول الخدمات للمواطنين، لكن اليوم نشهد تعليق مشاركة الجيش، يعني ألا يعارض ما صرح به البرهان بالأمس ما حدث اليوم من تعليق؟ وكيف من الممكن إعادة الجيش مرة أخرى برأيك إلى المحادثات في حال صحة الأخبار التي نقلتها رويترز؟ نعم، قبول الأطراف لهذه الهدنة بالنسبة يعني مخاطبة المبادرة الأمريكية السودانية الأمريكية السعودية بالموافقة كلمة حق يريد بها باطل، والشاهد على ذلك يعني الهدن جميعها لم تسلم من الاختراق. يعني محاولة لجبر الخواطر يبدو أنها أكثر من محاولة يعني تؤكد الإرادة السياسية في حسم هذا الصراع بالتسوية أو بالجلوس للتفاوض على القضايا المختلف عليها، وهذا يؤثر قطعا على الوضع الإنساني. وأيضا يعني اللغة التي تحدث بها البرهان في أننا لم نستخدم بعد اللغة يعني القوى المميتة، هذا يعني حديث يشير إلى أنه أيضا يعني يذهب بالسودان إلى محرقة لا تهمه الأوضاع الإنسانية. ويبدو واضحا أن الحديث عن تأمين الممرات الإنسانية يعني لتقديم المساعدات الإنسانية بممرات آمنة، هذه كلمة حق يريد بها باطل، ولكن كل طرف يريد أن يعني يستفيد من هذه الهدنة بقدر المستطاع. وواضح جدا أن البرهان استجاب لدعوات الذين يريدون لهذه الحرب أن يعني أن تنتشر وأن تتسع رقعتها وأن تكون قاسية، ألا يعلمون أن من يدفع هذه الفاتورة هو المواطن السوداني، هم السودانيون الآن الذين من لم يمت منهم بالرصاص والقذائف الطائشة والقصف بالطيران ومضادات الطيران يموت بالجوع أو بالمرض. واضح أن الوضع ماشي إلى الأسوأ، وتقارير الأمم المتحدة كل يوم تتحدث عن أوضاع ماضية في السوء. لا ننسى ما يحدث أيضا في دارفور، مدينة الجنينة شبه مغلقة
يعني لا أحد يعرف ماذا يدور أيضا في الجنينة، ومعارك في الفاشل ونيالة، وهلم جرة. يعني يبدو واضح نعم أن المسؤولية الآن أكبر على يعني الوسطاء، الوسيط الأمريكي والسعودي. لا بد أن تكون هنالك ضغوط للطرفين للعودة إلى طاولة نعم التفاوض، لأن هذه الحرب لا بد لها أن يعني أن تنتهي. الأصوات، كل أصوات العقلاء ينادون بضرورة أن تنتهي شكرا. هذه نعم الحرب. يعني نعم من واشنطن الصحفية السودانية فاطمة غزالي، شكرا جزيلا لك.